باقي شوية مواضيع هي منفصلة ولكنها متصلة، هي منفصلة عن الموضوع الأساسي بتاع الأوبستاتريك لكن هي لها علاقة بيه. يعني هنتكلم على الأوبستراكتد ليبر، هنتكلم على شوية حاجات في الطفل أول ما بيتولد اللي هو لو عنده أسفيكسيا ولا حاجة، هنتكلم على البوست بارتم هيموريدج، معلومات بسيطة هنقول عن كل معلومة، شوية حاجات بسيطة كده هتاخد لها مثلا 5 دقايق في كل موضوع، بحيث ان احنا نبقى غطينا كل اللي انت محتاجه في الجزء الاساسي بتاع الاوبستاتريك. الاوبستاتريك الاوبستراكتد ليبر هي عبارة عن failure of the delivery of the fetus in spite of good uterine contraction. يعني مش يعني ايه failure of delivery of the fetus، يعني مش الفيميل مش قادرة تولد الطفل على الرغم من ان في uterine contraction. طب ايه السبب؟ السبب ان في mechanical obstruction، في حاجة قافلة السكة ايا كانت بقى الحاجة دي، ان يبقى في stenosis، ممكن يبقى في stenosis في الفاجينا، في تيومر، في بلاسينتا بريفيا، في فيبرويد، في مثلا هيدروكيفالس، ممكن يبقى في بوست ماتيوريتي، في كونتراكشن رينج. اللي يهمنا ازاي نعمل مانجمنت للموضوع ده. اول حاجة بريفنتيف ميجرمنت اللي هو ايه، بناخد بالنا من الانتي نيتال كير، بنعمل انتي نيتال دياجنوزز، وزن الطفل، هل عنده انيومالي ولا لأ، بناخد كيرفول اسيسمنت للولاده نفسها، بنعمل ايرلي دايجنوزز للكونتراكتد بيلفس او الاوبستراكتد ليبر، بنبدا نعمل كوركشن للديهايدريشن، بندي للفيميل انتيبيوتيك. لو اتلقيت ان الحاله اوبستراكتد الاحسن ان انا اعمل سيزيريان سيكشن تو افويد الرابشر يوترس، عشان ما يحصلش رابشر في اليوترس. ايه هي الاساسيات؟ طبعا الموضوع الدياجنوزز، الكلينيكال بيكتشر، الحاجات دي كلها ما بتهمناش، انا بيهمني التعريف والمانجمنت. طب لو حصل بقى رابتشر يوترس، رابتشر يوترس هو عباره عن لوس اوف كونتينيوتي اوف يوتراين وول، حصل ان اليوترس حصل فيه قطع، دي طبعا تعتبر ذا موست سيريس اوبستاتريك اكسيدنت اثناء البريجنانسي او الولاده نفسها. في اسباب كتير جدا ممكن تعمل رابشر يوترس، زي ان يبقى في رابشر يوتراين سكار، ان يبقى في سيزيريان سيكشن، بريفيوس ريبير اوف اليوترس نفسه، بادلي ريبيرد انسيجن، انفكتد سكار، ممكن يبقى في بيرفوريتنج من الفيزيكولار مول، او تروما سواء كان اكسترنال تروما في الابدومن. بعمل مانجمنت ازاي؟ اول حاجه ان احنا بناخد بالنا من في الانتي نيتال كير، بنشوف الرحم نفسه في مشكله ولا لا، حاله السيزيريان سيكشن اللي كان قبل كده، بتعامل مع الحاله كانها حاله بليدنج عاديه، كل اللي مطلوب مني ان انا بعمل ريسسيتيشن فلويد، محاليل، كانولا، محتاج دم هنقل دم، وبنحول الحالة إلى دكتور النساء. طب إيه هي الكومبليكيشن من إن الرحم يحصل فيه رابشر؟ أول حاجة إن ممكن يحصل هيموريج، ممكن يحصل أمنيوتيك فلويد إمبوليزم، إنفكشن، دي أي سي، أكيوت رينال فيلير، ممكن يحصل هيستريكتومي، لوس أوف فيرتيليتي، يعني في ميل تفقد حكاية الفيرتيليتي نفسها وتبقى ما تقدرش تخلف تاني، ممكن يحصل يوريتريك انجري، ممكن يحصل بوست بارتم بيتيوتري نيكروزز، حاجه بنسميها شيهان سندروم. الطفل نفسه ممكن يحصل عنده ايه مورتاليتي او موربيديتي، ويبدا ممكن يعني يخش مثلا في اي ايا كانت المشكله اسفيكسيا والجنين يموت. بعد كده البوست بارتم، البوست بارتم هيموريدج هو عباره عن بليدنج من الجينيتال تراكت، من الفيميل جينيتال تراكت افتر ديليفري اوف ذا فيتس، بيقعد تقريبا يعني في حدود ايه، في حدود تقريبا 2 3 اسابيع، والمفروض ان فترة النفاس في حدود 40 يوم. انواعها في برايمري بوست بارتم هيموريج نتيجة البليدنج اللي بيحصل نتيجة ديليفري اوف بلاسينتا، بعد كده بيحصل سكندري بوست بارتم هيموريج. ايه هي اسباب البرايمري بوست بارتم هيموريج؟ في اتونيك بوست بارتم هيموريج،
في تروماتيك نتيجة أيا كانت التروما اللي عاملاها، سواء بقى إن في سيرفايكال تير، فاجينال تير، برينيال تير. كل الانفستيجيشن اللي مطلوبة مننا إن احنا بنعمل سي بي سي و الترا ساوند عشان نشوف ايه المشكلة، وبنعمل اكزامينيشن نشوف البليدنج هل في شوك ولا لأ، وبنعمل سونار. العلاج طبعا بندي، طبعا لو في فلويد بنعالج الانيميا، بنشوف هل في هاي ريسك بريجننس، هاي ريسك ولا حاجة. الفيميل بتاخد انتيبيوتيك، بندور على السبب اللي عامل المشكلة بتاعة البليدنج وبنحاول نعالجه. بعد كده هنتكلم على البوست نيتال كير. البوست نيتال كير هي عبارة عن immediate بوست بارتم كير، على طول after delivery of the baby and البلاسينتا بنبدأ نعمل البوست نيتال كير للفيميل. بناخد بالنا من البرينيال كير، بنبدأ ننظف منطقة البرينيا، نعمل لها cleaning, frequent cleaning و dryness. بندي analgesic، الفيميل ممكن تاخد باراسيتامول، ستول سوفتنر. بنبدأ نشوف لو في أي مشكلة من البليدنج، سواء بقى بننقل محاليل، بنعلق دم، بنعمل يوتراين مساج. لازم الفيميل نفسها تبقى عارفة إن هي تبقى متدربة على البريست فيدنج. في طبعا بعد فترة البوست بارتم ممكن يحصل بايركسيا وارتفاع في درجة الحرارة، السبب بيبقى غالبا انفكشن. ممكن يبقى اشهر اسباب ان يحصل فيفر بعد الولاده بيومين ثلاثه كده حاجه اسمها انجورجمنت للميلك او ماستايتس او البريست ابسس. ممكن يبقى من ضمن الاسباب بقى حاجات كتير زي اليورينري تراكت انفكشن، البرونكايتس، الانفكتيف اندوكاردايتس، الجاسترايتس. العلاج بتاع الفيفر مش ان انا ادي خفض للحراره، لا، ان انا اعرف السبب وابدا اعالجه. بس هو غالبا بيبقى المشكله في البريست نتيجه الماستايتس او الانجورجمنت اوف ميلك. البريبيرال سيبسز هي عباره عن ووند انفكشن في الجينيتال تراكت بعد الابورشن او الولاده، بيبقى معاها فيفر. ده بيبقى الكوزاتيف اورجانيزم عباره عن ميكسد ايروبيك وانيروب اورجانيزم حصل في اللور جينيتال تراكت انفكشن، تبقى اشيريشيا كولاي، استاف، استريبت. ممكن يبقى ايا كان يعني الاورجانيزم. مين اكتر ناس بيجيلهم الموضوع ده؟ الناس اللي مناعتها ضعيفة، الناس اللي بتاخد كورتيزون، ديابيتس، اللي عندهم انيميا، المال نيوتريشن، الفيميل اللي حصل لها بريماتور رابشر اوف ممبرين، اللي حصل لها ريتيند بلاسينتا. طبعا انا بيهمني في الدياجنوزز ان اخد بالي من الهيستوري، ان بيبقى في فيفر، رايجور، اوفنسيف فاجينال ديسشارج، ده تعرفني على طول ان في انفكشن، بيبقى معاها ابدومينال بين، تندرنس، درجة الحرارة بتبقى مثلا 38، بيبقى في تندر ابدومين، بيبقى اوفنسيف فاجينال ديسشارج. ممكن يبقى الانفستيجيشن اللي بنطلبها، بنطلب سي بي سي، هلاقي في ليكوسايتوزز، هنعمل بلاد كالتشر، ممكن نعمل الترا ساوند، ممكن نطلب بقى ايا كانت الانفستيجيشن، يعني مثلا نشوف سونار نشوف المشكله ايه. الكومبليكيشن ان ممكن يحصل بلفيك ابسس، سيبتيسيميا، بايميا. العلاج طبعا اول حاجه اعالج السبب اللي عامل المشكله دي، راحه في السرير، نيوتريشن كويسه، فلويد انالجيزيك، انتي بايوريتيك، وعلى حسب الكالتشر اللي طلعت بندي الانتي بايوتيك عشان نعمل إراديكيشن للحاجة اللي عاملة المشكلة دي. طيب حصلت الولادة والطفل مولود عنده إكسترا يوتراين أسفيكسيا أو أسفيكسيا في النيونيت أو بوست نيتال أسفيكسيا، اللي هو الطفل أول ما اتولد عنده أسفيكسيا. سبب الأسفيكسيا بيبقى غالبا فيلير أوف جود بالمونري سيركيوليشن وريسبيراتوري فانكشن أفتر بيرث. السبب بتاعها ممكن يبقى سي ان اس فيلير نتيجه ان حصل انترايتراين هايبوكسيا. ممكن يكون الطفل او الام بتاخد ادويه زي المورفين او ادو او مخ يعني اللي هو ادويه البنج، فعامله ديكريس في الريسبيراتوري سنتر. ممكن يبقى انترا كرينيال تروما، هيموريج، كونجينيتال ابنورماليتي. ممكن يبقى مشكله في الشيست نفسه، سواء بقى في الريسبيراتوري باسج، سواء في اوبستراكشن او ميوكاس.
او congenital abnormality او respiratory distress syndrome. حالة زي ديت على طول الطفل بيدخل الحضان، بيدخل الحضانة بقى يشوفوا ايه المشكلة، هل عنده cyanosis، عنده مشكلة في الكاردياك، عنده مشكلة في الشيست، عنده مشكلة في الايرواي نفسه، لان من ضمن الكومبليكيشن بتاعة الاسفيكسيا ان يحصل نيونيتال مورتاليتي، طفل يموت. ممكن يحصل respiratory distress syndrome، ممكن يحصل myocardial damage، ممكن يحصل cerebral edema، ممكن يحصل renal failure. اهم حاجة انك تبقى عارف ان الطفل هيروح الحضانة. في الحضانة بقى هيعملوا ايه؟ هياخدوا بالهم من الاير واي، هينضفوا الريسبيراتوري باسج، هيشوفوا بقى لو في ميوكس او بلاد او ميكونيوم. يبدأ الطفل ياخد اكسجين بالاكسجين ماسك، ممكن يعملوا له اندوتراكيال انتيوبيشن، ممكن ماوس تو ماوس بريسنج، ممكن يحصل اكسترنال كاردياك مساج، ممكن ياخد ادرينالين، ممكن طبعا لو عنده مشكلة ان في فلويد لوس او هايبوتنشن ممكن الطفل يتعلق له محاليل. بعد كده النقطة بتاعت الار اتش، الار اتش ديت هي اهم حاجة. مين الست اللي انا بخاف من الار اتش بتاعها؟ هي الفيميل البريجننت الار اتش بتاعها نيجاتيف. الار اتش النيجاتيف هي ديت اللي بتعمل لي المشكلة. طبعا احنا عارفين الباثولوجي والفيسيولوجي بتاع الموضوع ده. انا اللي بيهمني لو جالي فيميل الار اتش بتاعها نيجاتيف ايه هي المانجمنت. المانجمنت ان احنا بندي بروفلاكتيك ميجرمنت، ان احنا بندي الانتي دي انتي بودي. الانتي دي انتي بودي دوت عشان نمنع المشكله دي. طيب لو في طفل حصل له الانكومباتيبلتي بنعمل اكستشينج ترانسفيوجن، لان بيحصل طبعا بقى موضوع الصفرة والحاجات دي كلها. هو طبعا الطفل الاولاني بيعدي مفيش مشكله، المشكله بتبقى غالبا في الطفل التاني والتالت. المانجمنت بقى قد ديليفري ان احنا بندي فيتامين كي تو افويد الانتراكرينيال هيموريدج. ممكن يعني نو ميلكينج للكورد نفسه. بنشوف طبعا الحاله بتاعه الانتي دي اللي هو الار اتش نيجاتيف. هو الموضوع بتاع الار اتش نيجاتيف ده يعني كل اللي تعرفه بس حكايه الانتي دي، وان الطفل ممكن يجيله جوندس، وان الطفل الاولاني بيعدي لكن التاني والتالت بيبقى فيهم مشاكل. طيب لو الطفل اتولد بري ماتيور ايه هي هو طبعا من 5 ل 10% من الحالات في المتوسط، يعني مثلا نقدر نقول 7% من الحالات الاطفال اللي بتتولد بري ماتيور. الاسباب 50% من الحالات ايديوباسيك، يعني مش عارفين هو ليه بيتولد بري ماتيور او بري تيرم. يعني في ناس كتير بقى يعني الريسك فاكتور زي مثلا ان الفيميل اللي حصل لها اجهاض اكتر من مره، الست اللي جالها قبل كده بري تيرم ليبر، يعتبر الحاجات دي كلها ريسك فاكتور. اللو سوشيو ايكونوميك زي مثلا البور نيوتريشن، قله الانتي نيتال كير، الفيميل اللي حصل لها حمل في سن ال 18 او قبل سن ال 18، الفيميل اللي حصل لها حمل بعد سن ال 35 وال 40، ده كله يعتبر ريسك فاكتور ان الجنين يبقى بري ماتيور. شوية مشاكل بقى مثلا في الام نفسها زي ان يبقى في بلاسينتا بريفيا، ديابيتس، يورينري تراكت انفيكشن، هارت ديزيز، يبقى في كونجينيتال انومالي في الرحم نفسه. الفيميل اللي عندها فيبرويد، الكونجينيتال انومالي اللي في الطفل نفسه، ممكن يبقى حاجات كتير جدا تؤدي الى ان الطفل يتولد بري تيرم. ومشكله البري تيرم في الكومبليكيشن بتاعته ان ممكن يحصل للطفل ريسبيراتوري ديس اوردر نتيجه اماتيوريتي في الريسبيراتوري سنتر، ديكريز اللانج ديستنتابيليتي اللي هو اللانج مش قادره تتمدد، ممكن الطفل يحصل له ريسبيراتوري ديستريس سندروم، ممكن مشاكل في السي ان اس زي الانتراكرينيال هيموريدج، بيبقى الطفل عنده بور نيوتريشن، عنده انيميا، الكيدني بتبقى اماتيور، بيبقى عنده جوندس، الطفل نفسه بيبقى معرض لمشاكل كتير جدا. ما بتهمناش قوي في النساء موضوع الاطفال ده، كل اللي تعرفه ان ده بيبقى في مشكلة بس بيروح الحضان. طبعا الحضانات بقى بتختلف على حسب ايه هما هيعملوا له ايه. المفروض ان الطفل لما بيتولد ازاي بنشخص البري تيرم انفان، اول حاجة بتاخد هيستوري كويس، بتشوف طبعا الام نفسها لو عندها مشكلة ولا حاجة،
بنعمل سونار طبعا ايه بيفور ديليفري، يعني في الاول خالص كده قبل ما الطفل يتولد بالسونار بنبقى عارفين ان الطفل دوت عنده مشكلة. بعد الولادة عن طريق الوزن، الطفل اللي وزنه اقل من 2.5 كيلو يعتبر بري تيرم. بنشوف الهيد سيركمفرنس اللي هو اقل من 35، بنشوف الفونتانيل كل ما تكون واسعة كل ما يبقى فيه مشكلة. بنبدأ نعمل فحص شامل للطفل، بنشوف بنعمله فحص نيورولوجيكال عشان نشوف الماسل تون والفليكشن. ممكن طبعا لو الطفل عنده اندسند تيستس، الحاجات دي كلها برضو تاخد بالك منها. طب المانجمنت بتاع البري تيرم ايه؟ كل اللي مطلوب منك انك تعرف ان الطفل ده وزنه مش طبيعي او ان هو بري تيرم وبيتحول على طول للحضانة. طيب لو عندنا حالة threatened بري تيرم ليبر، يعني واحدة ممكن تولد قبل ميعادها، ان هي ممكن تخش ان هي تولد بري تيرم، ازاي بنعمل لها مانجمنت؟ اول حاجة بيد ريست، لكل ما الجنين يفضل في بطن امه فترة اطول كل ما يكون احسن للجنين واحسن للام. ليه؟ لم طبعا باعتبار ان الحالة سليمة، يعني ان هو مفيش كومبليكيشن او ده في الوضع الطبيعي. ليه؟ كل ما يفضل موجود في الرحم ما بيحتاجش حضانة، بيكمل نموه وهو ده الوضع الاحسن. فلو احنا خايفين او شاكين انه يحصل بري تيرم ليبر، اول حاجة بنخلي الجنين يستريح، نخلي اسف الام تستريح بيد ريست. ممكن نديها سيديتيف، ممكن نديها ناركوتيك زي الباربيتيوريت، بس هو المفروض بصراحة يعني المفروض ان احنا ما نديش الباربيتيوريت ولا الناركوتيك الا قبل الولادة باوقات قليلة جدا. ممكن ندي حاجة اسمها توكوليتيك ايجنت. ايه هي بقى التوكوليتيك ايجنت دي؟ هي عبارة عن مجموعة من الادوية بتعمل انهيبيشن لليوتراين كونتراكشن، فبتخلي الولادة تتأجل. طيب امتى ممنوع استعمل التوكوليتيك او الحاجات اللي بتعمل انهيبيشن للانقباضات بتاعة الرحم؟ لو كان السيرفايكال دايلاتيشن اكتر من 4 سنتي، خلاص بقى اكتر من 4 سنتي لا دي هتولد، او كان في انترا يوتراين انفيكشن يبقى ما ينفعش اجل الولادة، او كان في فيتال انوميلي، او حالات الاكيوت والكرونيك فيتال ديستريس، او الماتيرنال ديزيز اللي هو الحالات اللي لو الحمل طول هيأذي العيانة زي الإكلامسيا والبري إكلامسيا والحاجات دي كلها. طيب ايه هي بقى التوكوليتيك؟ في البي 2 البيتا 2 اجونست، دي بتعمل استيميليشن للبيتا 2 اجونست فبتؤدي الى ان المايوميتريال سيلز بيحصل فيها انهيبيشن للاكتيفيتي بتاعتها. السايد افكت ان هي بتعمل فازو دايلاتيشن وهايبوتنشن وتاكي كاردي. في ادويه زي الاندوميساسين، ده عباره عن بروستاجلاندين انهيبيتور، اعراضها الجانبيه ان هي بتعمل جي اي تي ديستربنس وثرومبوسايتوبينيا، ممكن تعمل بالمونري هايبرتنشن في الاطفال. في شوية حاجات توكوليتيك ايجنت اللي هي زي المغنيسيوم صلفيت، المغنيسيوم صلفيت ده ظريف. في الكالسيوم تشانل بلوكر زي الإبيلات، والبروجسترون ايجنت، والكورتيكوستيرويد. الكورتيكوستيرويد يعني ايه بيعجل وبيسرع لللنج ماتيوريشن وبيقلل فرص ان الطفل يحصل له ريسبيراتوري ديستريس سندروم. لكن الأعراض الجانبية طبعا بتاعة الكورتيزون نفسها معروفة يعني، لكن دي الحاجات الأساسية. هو بس كل اللي يهمني تطلع منه من موضوع التوكوليتيك ايجنت ان احنا ساعات بنبقى خايفين ان يحصل حمل مفاجئ او بري تيرم ليبر، فبندي أدوية تمنع وتقلل انقباض الرحم لحد ما الموضوع يعدي. طيب في أطفال بنبقى خايفين ان احنا ان الطفل يتولد بدري عن ميعاده، فبيبقى في مشكلة. ايه المشكله؟ ان الطفل لما بتولد بدري عن ميعاده بيبقى فيه ان اللنج بتاعته ما اكتملش النمو بتاعها. طب احنا بنستعيض عن الموضوع ده بايه؟ ان احنا بندي الام كورتيكوستيرويد. الكورتيكوستيرويد بيعمل ماتيوريشن في اللنج بتاعه الجنين، فالطفل يتولد اللنج بتاعته نورمال، فكده ابقى حميته من ان هو يخش في ريسبيراتوري ديستريس او ان يبقى الطفل عنده مشكله. فانت لما تحس ان الطفل هيتولد بري تيرم او ان هيحصل بري تيرم ليبر او بري ماتيور ليبر، بتدي للام الكورتيكوستيرويد. ليه؟ علشان تعمل
حاجة اسمها enhancement لللونج ماتيوريشن، بتحسن اللونج ماتيوريشن، فالطفل يتولد اللونج بتاعته كويسة وماتيور enough ان هو يقدر يكمل بقى ايه ويتنفس والكلام ده. بعد كده شوية كلام كوميونيتي ظريف، حاجة اسمها البرينيتال مورتاليتي اللي هو الأطفال اللي بتتولد وتموت، أو يعني إيه إن الطفل اللي هو بيموت في أول 2 3 أسابيع أو في أول 40 يوم من حياته. أسباب البرينيتال مورتاليتي كتير جدا، أشهرها البريماتيور، إن الطفل أصلا مولود بريماتيور، إن الطفل عنده مالفورميشن أو كونجينيتال أنومالي، إن حصل بيرث تروما، الطفل عنده أسفيكسيا، حالات الأنتي بارتم هيموريج، الحالات اللي فيها انفكشن. طيب ازاي بنقلل البري نيتال مورتاليتي؟ اول حاجه ان احنا بنحاول في حالات البري ماتيوريتي ان احنا ندي توكوليتيك ايجنت وندي كورتيكوسترويد علشان نحسن اللنج ماتيوريشن. لو كان في مشكله بنحاول نعالجها، نحاول نقلل البيرث تروما، حالات الاسفيكسيا، اول ما الجنين يتشخص باسفيكسيا اول ما يتولد بيخش حضانه، حالات الانتي بارتم هيمورج لازم نعمل لها هوسبيتاليزيشن، اي حاجه تانية بتشوف السبب ايه وتحاول تعالجه بحيث انك تعمل امبروفمنت للانتي نيتال كير، ان يبقى في دكتور بتاع نيونيت هو اللي مسؤول عن الطفل، ان دايما الفيميل نفسها في حاله البريجنانسي تتابع مع دكتور نساء. لازم نعمل امبروفمنت للنيونيتال كير زي النيونيتال فنتيليشن، النيوتريشن والانفكشن. ده كله بيؤدي الى ايه؟ ان احنا نحسن الوضع فتقل نسبة الوفيات في الاطفال. طبعا الوفيات في الاطفال بقى بتعتمد على حاجات كتير جدا، اهمها ان الام نفسها ما بتتغذاش كويس، الانفكشن اللي بتبقى عند الفيميل، طبعا ان الام تولد في مكان غير المستشفى، تولد في البيت، الانفكشن، ان الطفل يتولد ما يلاقيش حضانة، ان الطفل نفسه يبقى طول فترة الولادة والحمل والولادة مش متابع كويس. عشان كده اهم حاجة ان احنا ناخد بالنا من الانتي نيتال كير، اللي وفي حاجة اسمها البري نيتال كير اللي هو قبل ما يحصل الحمل نفسه، واخدين بالنا من صحة الست اللي هتبقى بريجننت، التغذية، الأكل بتاعها، الفيتامينات، عاملين سكرينينج عشان الانفكشن، متابعين حالة الفيميل نفسها. أول ما بيحصل البريجنانسي بنبدأ نعمل إيه؟ نبدأ نعمل الأنتي نيتال كير والزيارات في مواعيدها والانفستيجيشن والسي بي سي والأبدومينال سونار، ونبقى متابعين حالة الطفل سواء بقى هو بريماتيور عنده أنومالي، نعمل له سونار، نتأكد من المعدلات الطبيعية بتاعة نمو الطفل. طبعا الطفل ده له احتياجات، فالمفروض ان احنا بندي للأم الحديد والكالسيوم والفيتامينز والفوليك أسيد. طب خلاص الطفل اتولد، أول حاجة لازم يتولد في مستشفى، لازم يتولد على ايد دكتور، يبقى موجود تمريض، ناخد بالنا من بعد الولادة طبعا الانفكشن والحاجات دي كلها، لازم يبقى في أي ولادة لازم يبقى موجود دكتور نيونيت. ليه موجود دكتور نيونيت؟ عشان لو في أي ريسك أو في أي مشكلة يبدأ الدكتور بتاع النيونيت يتابع الحالة ويشوف. لازم يبقى متوفر عدد كبير جدا من الحضانات. فايدة الحضانات إيه؟ أي مشكلة الطفل ممكن يبقى عنده أسفيكسيا، محتاج أكسجين، عنده الصفرة، الحاجات دي كلها بتبقى محتاجة حضانة. فده كله بالتعاون مع بعضه بيخلينا نقدر نقلل حكاية الوفيات بتاعة الأطفال وحديث الولادة. فهي عبارة عن منظومة كبيرة جدا بتبدأ من قبل الحمل نفسه، تجهيز الأم إن هي تبقى حامل، لحد بعد الولادة إن يبقى فيه حضانة. طبعا الحضانات لازم تبقى مجهزة، مش مجرد حضانة وخلاص، يعني حضانة وفيها مونيتور، حضانة لو محتاجين أنتيبيوتيك نلاقيه، يبقى فيه سبيشاليست دكتور نيونيت متخصص في النيونيت، التمريض نفسه يكون فاهم، نبقى عارفين نعمل اللي هي ايه حاجة اسمها نيونيتال ريسسيتيشن، دي دورة كده بتتاخد اسمها ادفانسد بيدياتريك لايف سبورت، بياخدوها دكاترة النيونيت، اللي هو تقدر تعمل الادفانسد لايف سبورت لطفل لسه مولود عمره 2 3 أسابيع
عمره ساعات معدودة، لأن هي ديت المرحلة اللي بيبقى الطفل نفسه بيبقى في حالة يعني من أضعف مراحل حياته، اللي هو إيه، أول يوم أو أول 24 ساعة، فده محتاج عناية كويسة جدا. بعد كده الماترنال مورتاليتي أو وفيات الأمهات، اللي هو في أول 40 يوم بعد الولادة، يعني بعد ما بيحصل termination of pregnancy ممكن الست تموت في أول إيه اللي هي فترة النفاس، دي اسمها maternal mortality. إيه هي أسباب الماترنال مورتاليتي في مصر؟ هي طبعا الحكاية بصراحة بدأت تتحسن من يوم ما بدأ الناس تهتم وتروح مستشفيات وكده، لكن في زمان في التسعينات والتمانينات كانت معدل الوفيات كتير جدا. أشهر أسباب الماترنال مورتاليتي في مصر إيه؟ الهيموريج، ربع الحالات بتموت بسبب الهيموريج نتيجة بوست بارتم هيموريج. فالست بيحصل لها هيموريج، بليدنج، أنيميا، تموت. ده ربع الحالات سببها البوست بارتم هيموريج. علاجه ازاي نقلل النسبة ديت؟ مجرد بس ان يبقى في انتي نيتال كير وبوست نيتال كير. من ضمن اسباب المورتاليتي السبسز والانفكشن، برضك الهايبر تنسيف ديس اوردر في البريجنانسي، الان سيف ابورشن، يعني الاندايركت ديس، البرولونجد والابستراكتد ليبر. طب ازاي نقلل الماترنال مورتاليتي؟ ان احنا بناخد بالنا من الانتي نيتال كير والنيتال كير والبوست نيتال كير اثناء طبعا يعني افتر ديليفري اللي هو البوست بارتم كير. ناخد بالنا طبعا من المشاكل الاساسيه البليدنج والانفكشن، يبقى طبعا في فاميلي بلاننج، نشوف بقى الكوميونتي اديوكيشن اللي هو how to prevent ال unwanted pregnancy, avoid unsafe abortion، ازاي نعمل يعني recognize لل complication بتاعة ال pregnancy وال child birth وال unsafe abortion، نعرف الناس بقى بال traditional practice during ال pregnancy وال childhood، اللي هي الحاجات اللي هي ايه اللي هو كلام الكوميونتي الظريف اللي احنا ايه ملناش فيه الكلام ده، اللي هو ايه اللي هو الأم تبدأ يعني العناية بقى بالنظافة الشخصية بعد الولادة، تولد ما تولدش على ايد داية، تروح تولد في مستشفى، مستشفى تبقى نظيفة متعقمة، لو حصل نزيف يعني لو حصل نزيف يتنقل لها دم، لو محتاجة كيس دم تاخد كيس الدم، لو في انفكشن تاخد انتبيوتيك، اللي هو كلام الكوميونتي اللي هو توفير بيئة مناسبة زي أي بلد محترمة في الدنيا. في حصل حمل المفروض ينتهي نهاية سعيدة، طبعا كله بأمر الله وكل حاجة، احنا ما قلناش أي مشكلة، لكن ديت أساسيات. طبعا الكلام بتاع اللي هو وفيات الأطفال وحديث الولادة والوفيات بتاعة الأمهات، ده طبعا كله كلام كوميونيتي، كلام بسيط كده في الكوميونيتي، بس لازم تبقى فاهمه برضه. يعني أنا قلته ليه؟ أنا كان ممكن ما أقولهوش، يعني انا في حاجات كتير جدا في الاوبستاتريك انا ما اتكلمتش عنها، فوتها عشان مش مهم، لكن الموضوع بتاع وفيات الاطفال ووفيات الامهات لازم تبقى عارف الاسباب وازاي نقلل النسبة. هو هتفضل طول العمر مهما حصل حضارة وبقت في يعني وعي صحي وفي هيلث بروجرام في مصر، برضك هيفضل في وفيات في الاطفال ووفيات في الأمهات بعد الولادة، وده حاجة طبيعية مش مشكلة، لكن أهم حاجة إن احنا نقلل النسبة، هي دي أهم حاجة. يعني في أحسن دول العالم اللي بتراعي أفضل الأنظمة الصحية وعندها الأنتي نيتال كير والبوست نيتال كير والبوست بارتم كير ممتازة جدا، برضك في نسبة وفيات، ما هياش مش مشكلة حكاية نسبة الوفيات، أهم حاجة إن أنا أقللها. يعني كانت مثلا 20%، لأ بقت 15%، يبقى أنا بتحسن. بعد سنة 2 3 بقت 10%، 5%، 3%، لحد ما النسبة تقل جدا. طبعا كله في حدود الإمكانيات المتاحة، بس في حاجات بتبقى بسيطة، إن المفروض الفيميل أول ما تولد على طول تولد في مستشفى، المستشفى تكون مجهزة بالحاجات الأساسية والبدائية والبسيطة للولادة، ماسك أكسجين، فلويد، سلاين، احتاجت نقل دم يتنقل لها دم،
الادوات تكون نظيفة متعقمة، حصل انفكشن تاخد انتيبيوتيك، الطفل نفسه بعد ما يتولد يبقى موجود له حضانة لو احتاج الحضانة، يبقى في دكتور نيونات موجود. هي الحاجات دي البسيطة الأساسية اللي لازم تبقى موجودة. بعد كده هنقول شوية حاجات بسيطة. حاجة اسمها الانترا يوتراين فيتال ديس. انترا يوتراين فيتال ديس ان يحصل ان الجنين يموت في الرحم بعد 20 أسبوع من البريجنانسي، او ان الطفل وزنه يبقى نص كيلو. طب ايه هي اسباب الانتي نيتال انترا يوتراين فيتال ديس؟ في اسباب ماتيرنال واسباب في الطفل نفسه. حاجات كتير زي الانتي فوسفوليبيد انتي بودي سندروم، الديابيتس، الهايبرتينشن، الكورونيك رينال ديزيز، الماتيرنال انيميا، السيفير مال نيوتريشن، السيستيميك لوبس، الاوتو اميون ديزيز، السموكينج، الكحول، التراتوجينيك دراج، الماتيرنال سيبسيز، الهايبوكسيا، البوست بارتم او البوست تيرم بريجنانسي. كمان في مشاكل في البلاسينتا زي سمول سايز بلاسينتا، بلاسينتال ثرومبوزز، بلاسينتال انفاركشن، بلاسينتال انسفيشنسي، بلاسينتال سيباريشن، ان يبقى في سينجل امبلايكال ارتري. مشكلة طبعا في الجنين نفسه زي الكونجينيتال انومالي، الانفكشن زي التورش انفكشن، البوست تيرم بريجنانسي والإيديو بس. الحاجات دي كلها ممكن تؤدي إلى انترا يوتراين فيتال ديس. طيب أنا بشخص إزاي الانترا يوتراين فيتال ديس؟ أول حاجة من الهيستوري، تاني حاجة بيحصل جراديوال ديس أبيرنس أوف البريجنانسي سيبتو، الأعراض بتاعة البريجنانسي بتبدأ تختفي. بيحصل كازيشن للفيتال موفمنت، الفيميل بتقول إن الحركة بتاعة البيبي قلت، مش موجودة، معرفتش موجودة خالص. بيحصل دارك براون فاجينال ديستشارج. ازاي بشخصها؟ عن طريق حاجة اسمها الدوبلر. الدوبلر، وبنعمل سونار، ابدومينال سونار، ترانس فاجينال سونار، وبنتأكد بالدوبلر عشان نتأكد ان في اصلا مشكلة في الجنين ولا لا. طبعا بنعمل البريجنانسي تيست، الالترا ساوند، بنشوف ممكن كمان نعمل اكس راي. ايه هي الكومبليكيشن بتاعه الانترا يوتراين فيتال ديس؟ ان ممكن يحصل انترا يوتراين انفيكشن، ممكن يحصل دي اي سي، ممكن يحصل فاجينال بليدنج. المانجمنت اول حاجه بس ان انا اشخص صح، ان انا اتاكد فعلا ان الجنين ميت. اول ما بتاكد ان الجنين ميت خلاص هنبدا نعمل تيرمينيشن للبريجنانسي ده. طبعا مين اللي هيعمله؟ دكتور نساء. لازم تاخد بالك من الكومبليكيشن. اما بقى الانترا نيتال ديس اللي هو الطفل مات اثناء الولاده، ودي بتبقى بصراحه كارثه ومصيبه بالنسبه لدكتور النساء ان الطفل يموت اثناء الولاده. الاسباب بتاعه الانترا نيتال ديس ممكن يبقى حصل انترا يوتراين اسفيكسيا، ممكن يحصل انترا كرينيال هيموريدج نتيجه بقى برولونجد ليبر وبستراكتد ليبر، ممكن يحصل تروماتيك ديليفري، ممكن يحصل زي كونجينيتال نيمونيا، حالات الكورد برولابس، حالات الكومبريشن. دي كلها ممكن تؤدي إلى وفاة الطفل. بعد كده أسباب ال generalized fetal enlargement أو الماكروسومنيا، اللي هو إن الطفل يبقى وزنه أكتر من 4 كيلو. إن الطفل يبقى وزنه أكتر من 4 كيلو لها أسباب كتير، زي جيناتيك، ان الام تبقى عندها ديابيتس او بوست تيرم بريجنانسي. الريسك فاكتور، مين اكتر ناس بيحصل لهم حكايه الفيتال انلارجمنت؟ الاكسسيف ماتيرنال ويت، ادفانسد ماتيرنال ايج، الام اللي عندها ديابيتس. بنشخص الموضوع ده ازاي؟ بالسونار. ايه مشكله اصلا ان الطفل يبقى وزنه كبير؟ ان ممكن يحصل برولونجد ليبر، ممكن يحصل شولدر ديستوكيا، فيتال انجري، وبستراكتد ليبر. لكن بصراحة الحاجات دي معرفتش بتحصل قوي دلوقتي، نتيجة ان احنا لما بنعمل سونار بنعرف ان الطفل حجمه كبير على طول. الفيميل بتولد سيزيريان سيكشن. سيزيريان سيكشن عشان راحت الام وعشان راحت الطفل اللي حجمه كبير،
عشان ما يحصلش المشاكل والكومبليكيشن اللي بتحصل دي كلها في الولادة، بحيث ان هو ما يحصلش تروما او انجري. بعد كده مين هم الهاي ريسك بريجننسي؟ يعني ايه هاي ريسك بريجننسي؟ يعني البريجننسي اللي بيبقى فيه خطورة على الام او على الطفل او على النيونيت نفسه، اللي احنا بنقدر نقول ان انا مش مطمن للبريجننسي ده، حاسس ان ممكن يبقى فيه مشكلة. مين اكتر ناس بيعتبرهم هاي ريسك بريجننسي؟ اول حاجة الست اللي كان عندها قبل كده اكتوبيك بريجننسي، بيبقى فيه فرصة واحتمال ان يجيلها اكتوبيك بريجننسي تاني. الوزن بتاع الطفل، الطفل اللي عنده كونجينيتال انومالي، البري تيرم، اليوتراين سكار، المالتيبل بريجننسي، البولي هيدرامونز، المال بريزنتيشن، البري اكلامسيا والاكلامسيا، اي حاجه من الحاجات دي كلها تبقى موجوده. يعني لو واحده بس من الحاجات دي موجوده، احنا بنعتبر ان الحمل ده هاي ريسك بريجننسي. فبناخد بالنا بقى في الانتي نيتال كير، ناخد بالنا من الحاله نفسها، نشوف هل في اي مشكله، وتعمل التحاليل بتاعتها، والحمل ده يتابعه اخصائي، وتتحول طبعا للهاي ليفل اوف هيلث كير. بعد كده اخر حاجه هنتكلم عنها هي موضوع الابيزوتومي. الابيزوتومي دوت هو عباره عن اوبريشن بنقطع فيها البرينيه، بنعمل قط في البرينيوم اثناء الولاده. هي مميزاته ان الابيزوتومي دوت بيعمل افويد الريجولار برينيال تير، افويد الاوفر ستريتشنج على البرينيوم، بيعمل شورتنينج للسكند ستيج اوف ليبر، مينيمايز السادن هيد كومبريشن ودي كومبريشن، طبعا بيسهل طبعا الولاده. امتى بنعمل ابيزوتومي؟ لو كانت في سكارد برينيوم، في مايلد اوتليت كونتراكشن، في انترا يوتراين مانيبيليشن، طبعا لو كان الطفل بري تيرم لارج هيد، او في البريتش بريزنتيشن. هو الموضوع بتاع الابيزوتومي ده، احنا بس بنعمل الفتحه بتاعه الابيزوتومي، احنا بنحب نفتحها ميديو لاترال عشان افويد الاكستنشن للانال سفنكتر. هي بتبقى صعبه شويه لكن بتبقى احسن. طبعا موضوع الابيزوتومي لازم تشوفه، لازم تشوف الابيزوتومي ده بتخيط ازاي، لانك ممكن تلاقي نفسك مضطر تولد حال فمضطر تعمل ابيزوتومي، فلازم تتعلم الابيزوتومي على الاقل، تشوفه كذا مره وتشوف بيخيطه بعد الابيزوتومي ده الحاله بتتخيط ازاي، لان حكايه الخياطه ديت مهمه جدا، لان هو بيخيط لاير بلاير، يعني بيخيط الول بتاع الفاجينا لوحده، ما بياخدهاش كده ايه كل اللاير في بعضها، ماشي؟ فالنقطة ديت مهمة جدا. طبعا احنا الحمد لله دلوقتي خلصنا الجزء بتاع الأوبستاتريك. انا اللي يهمني في الأوبستاتريك ايه؟ يعني تقريبا بقالنا اقل من 3 ساعات بحاجة بسيطة، او تقريبا 3 ساعات. انا عارف ان احنا ما شرحناش كل حاجة في الأوبستاتريك، في مواضيع كتير جدا انا عارف ان انتوا عندكم معلومات كبيرة قوي فيها، ومعلومات مبالغ جدا فيها، انتم ذاكرتم النساء في سنة كاملة. هدف التسجيل بتاع البيزكس او الاسينشال بتاع الاوبستاتريك مش انك انت تعرف الحاجات دي كلها، لا، انا في عندي شوية معلومات اساسية عايزك تعرفها مع شوية نصايح بسيطة. لما هتسمع التسجيل وتركز على النقط اللي انا قلتها، يعني انا اتكلمت على الاكتوبيك بريجننسي، حاجات بسيطة تشخصه، تعمل له مانجمنت، الفيزيكولار مول تشخيصه ازاي، العلاج بتاعه termination of pregnancy، كلام بسيط، لان انا مش همتحنك ولا انت مطلوب منك في المرحلة بتاعت وانت في الامتياز او وانت ناي يعني او وانت في التكليف انك عندك امتحان، انا عايزك تعمل management للحال. ما يهمنيش بقى انك تقعد تذاكر الباثولوجي الباثوفيسيولوجي الكلام ده كله، الكلام المكلكع، لا، انا عايزك يبقى معاك حالة تعمل لها management. فيهمني انك تعرف الديفينيشن، الاسباب البسيطه، الكومبليكيشن العاديه خالص او الكومبليكيشن الموست كومن، وازاي تعمل مانجمنت للحاله. مش عيب انك تحول حاله، مفيش اي مشكله خالص انك تحول حاله، بس المفروض ان انت تحول الحاله تبقى فاهم الحاله بتعمل لها ايه،
وانك عارف انك تشخص صح. يعني اهم حاجة في المرحلة بتاعت بعد ما بتخلص الامتياز مش انك تعالج، اهم حاجة انك تشخص الحالة صح، تعرف المشكلة ايه، المصيبة فين، عشان توجه الحالة للمكان الصح. طيب هنفترض بقى دلوقتي الكلام ده التسجيل خلص على كده، لا لو انا دكتور عايز ابقى دكتور نساء، يعني انا خلصت سنة ستة وانا نفسي ابقى دكتور نساء، انا طموحي ان انا اخد نساء، عايز ابقى نايب نساء، اعمل ايه عشان برضك ما تضيعش وقت كتير؟ اولا اسمع التسجيلات بتاعتي في النساء، هتبسط لك الموضوع الاساسي. بعد كده هات كتب سنة ستة، فرصة بقى ان انت لسه مخلص ايه سنة ستة، فهتجيب كتب سنة ستة وتبدأ تذاكر الكتب بتاعت سنة ستة، مذاكرة بسيطة وتقلب في الكلام، يعني تقلبها كده، انت برضو ما عندكش امتحان، واسمع تسجيلات اي دكتور بيشرح نساء، اسمع الاول المراجعة بتاعته عشان تفهم ملخص الموضوع الاول بصفة عامة، بعد كده اسمع تسجيلات الشرح. لما هتسمع تسجيلات الشرح بعد ما تسمع المراجعة هتحس ان في حاجات في الشرح انت ما كنتش واخد بالك منها، بعد كده هتبدأ بقى تقلب في الكتاب تذاكر الموضوع بصفة عامة. لازم تروح تبقى موجود في القسم، اتفرج على حالات ولادة طبيعية كذا مرة، مرة واتنين وتلاتة وعشرة، تتفرج بس. بعد شوية تبدأ تمد ايدك، تبدأ تتعقم، تبدأ تساعد، اهتم انك لو انت طبعا مهتم انك تبقى دكتور نساء ممكن تحضر العيادة بتاعة النساء، تعمل مرور في اسم النساء، بس النساء من الاسبيشالات اللي بتعتمد على الهاند سكيلز، بتعتمد على مهارات ايدك، فانت المذاكرة لوحدها ملهاش قيمة، لازم يعني تمارس وتشتغل، لازم تشوف حالات كتير. النصيحة بتاعتي في النساء انك انت لو انت ناوي تتخصص نساء، اول حاجة لازم تجرب اسم النساء. يعني ايه تجرب؟ ناس كتير بتبقى اول يوم ليها في النيابة ما جربتش الشغلانة دي قبل كده، فيستلم النيابة ويسيبها، او يقولك لا انا مش قادر اعيش العيشة دي. فانت لو انت ناوي تاخد نساء، لا عيش بقى في القسم، اقعد فترات طويلة موجود في القسم، شوف ايه اللي بيحصل في قسم النساء، هل انت تقدر تستحمل الوضع ده، هل انت حابب وغاوي الموضوع بتاع انك تبقى دكتور نساء، عشان ما تستلمش النيابة بتاعت النساء وبعد كده ترجع تسيبها وتقول انا مش قادر استحمل الاسترس. على فكرة الاسترس موجود في كل النيابات، بالذات في اول 6 شهور، لحد ما يجيلك بعد كده نايب جديد يبدأ يشيل الشغل الديرتي وانت بعد كده تبدأ تستريح شوي. فما تقولش انا مش هاخد نساء او ان انا مش هاخد اي تخصص لانه في استرس، لا كل النيابات في اولها فيها استرس، حتى نيابة الجلدية، يعني نايب الجلدية في الاول بيبقى عنده استرس، طبعا بيختلف، طبعا استرس نايب جراحة، استرس نايب نساء، استرس نايب طوارئ طبعا غير استرس نايب نساء جلدية، لكن كل الاحوال كلهم في استرس، كلهم بيبقى عنده مشكلة ان هو مش عارف يربط ما بين العلم اللي في دماغه وازاي يمارسه. الحكاية دي بتاخد شوية وقت. هدفي من التسجيل ان انا كنت ابسط لك معلومات اساسية وبسيطة في النساء، بعد ما تسمعها تروح على طول اسم النساء. يعني دلوقتي لو انت في الامتياز، انت دلوقتي في الامتياز وناوي ايه هتحضر مثلا الشهرين بتوع النساء، يبقى تسمع التسجيلات البسيطة بتاعتي في النساء. بعد طبعا انا الحمد لله في ليا تسجيلات موجودة على النت، سلسلة اسمها Diagnosis and Management for GP، في السلسلة ديت بتكلم على ازاي نشخص وتعمل مانجمنت للحالات، تقريبا في 4 أو 5 تسجيلات بتكلم فيهم على النساء، تسجيلات برضك مبسطة، مدة كل تسجيل نص ساعة ساعة بالكتير. برضك اسمع التسجيلات بتاعت Diagnosis and Management for GP والتسجيلات بتاعت البيزكس والاسينشال بتاع النساء مع التسجيلات بتاعت موست كومن اللي هي الحالات بتاعت النساء، تسمع الحاجات دي كلها تقريبا في وقت قليل، تبدأ بعد كده بقى تروح اسم النساء. اتمنى ان التسجيل يكون عجبكم ويكون استفدتم من التسجيل ووصل لكم المعلومات الأساسية. عايزكم تعرفوا ان التسجيل ده مبسط جدا، في مواضيع كتير في النساء انا ما اتكلمتش عنها نظرا لصعوبتها،
او لان انت مش محتاجها. في مواضيع انا اتكلمت عليها ببساطة جدا زي الاكتوبيك بريجنانسي، في كتاب كامل بيتكلم على الاكتوبيك بريجنانسي، انا لخصت الحاجات اللي انت محتاجها في 5 6 دقايق. فهو ده المين تارجت، انك انت تستوعب معلومات كتير في النساء في وقت قليل. اتمنى ان التسجيل يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل، اللهم امين. اللهم تقبل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، اللهم جنبنا الرياء وارزقنا الاخلاص في القول والعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به. أرجو من الله أن يكون هذا العمل علما نافعا ينتفع به، وأن يرزقني الله به خيرا في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل.